قبل أن نودعكم نعرض عليكم صور تدشين الوزير الأول عبد الملك سلال رفقة الوفد الوزاري المرافق له، تدشينه لأوبرا الجزائر الواقعة بمنطقة ولاد فايت هنا في الجزائر العاصمة. وحضر سلال حفلا فنيا للأوركسترا السيمفونية الوطنية بمشاركة العديد من المواهب الشابة، يعكس هذا المكسب الثقافي الهام الأول من نوعه في الجزائر مدى الصداقة التاريخية بين الجزائر ودولة الصين. وتعد طبعا أوبرا الجزائر المشروع الذي وضع حجر أساسه في 2012 بالضاحية الغربية للعاصمة هبة قدرها 30 مليون يورو قدمتها الصين للجزائر بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا البلد في 2006. مشاهدينا إليكم تذكيرا بعناوين الحصاد